يا صباح الخير، يا صباح الجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال. النهاردة في أول حلقتنا حلقة فضفضة البنات. أهلا بيكي يا ندى. صباح الخير ياسمين، وصباح الخير على كل مشاهدينا في الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم عن العادات والتقاليد المصرية، بس أول ما نروح لأول حلقتنا هنتكلم النهاردة، هنرحب بزميلنا محمد طارق. هنتكلم النهارده معايا عن الابراج وهيقول لنا اخر التفاصيل عن الابراج. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا ياسمين. اهلا بيك يا ندى. صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال. النهارده زي ما احنا عارفين ان كل واحد فينا فكرته عن الابراج ان هي مجرد توقعات في جورنال او صفحه على الانترنت، سوشيال ميديا كده، بس محدش فكر يدور اكتر. يعني الابراج عموما طباع، مش مجرد توقع هيحصل ايه النهارده، هيحصل ايه بكره، يومك ماشي ازاي. اكيد طبعا على حسب كل شخص عاداته بالظبط. ايه احنا عندنا اربع مجموعات او اربع عناصر. اكيد عندنا العنصر الناري. دوت في ثلاث ابراج، الحمل والاسد والقوس. وبعد كده تاني مجموعه اللي هي المجموعه الترابيه. ايوه فيها الثور والعذراء والجدي. ثالث مجموعه الهوائيه. الجوزاء والميزان والدلو. الجوزاء. اخر حاجه بقى المائيه. ايوه اللي انا منها طبعا. المائيه ديت فيها السرطان والعقرب والحوت. تمام. من مشاهير الابراج عندك في برج الحمل عمر الشريف، طبعا فنان عظيم. الثور فنان عادل امام طبعا، ربنا يديله طول العمر طبعا. الجوزاء بقى نجمنا محمد صلاح حبيبنا كلنا. في السرطان في نيكول سابا. نجمة جميلة طبعا. بالظبط. الأسد الفنان حكيم طبعا. أكيد. العذراء في الراحلة مريم فخر الدين. الميزان في عمرو دياب. أوكي. الهضبة. طبعا. العقرب منى زكي. القوس محمد فؤاد. الجدي مي عز الدين. الدلو المخرج يوسف شاهين. الحوت فيه هيفاء وهبي. مش عايزين حاجه تاني خلاص. بسرعه كده عن بسيط حاجه بسيطه يعني عن مواصفات كل برج فيه. اتفضل. الحمل ده شجاع قوي وصاحب صاحبه قوي. بس عيبه الوحيد ان هو مندفع. فعلا عصب. الثور صبور كده وهادي بس بس قلبته وحشه قوي. مش زي اسمه. هو عندي كمان. دي يعني ممكن نقول عيب وممكن نقول ميزه، لان هو العند اللي فيه ده بيحوله لتحدي. تمام. الجوزاء شخصيه اجتماعيه جدا جدا. ذكي جدا، بس في عيب متردد كل شويه، تردد والمود متقلب المزاج جدا قوي. السرطان رومانسي، رومانسي قوي، شخصيه رومانسيه قوي، حنينه قوي جدا. عيبه الوحيد ان هو متشائم، او مش الوحيد، هو اقوى عيب فيه يعني. الاسد ممكن نقول اطيب شخصيه في الابراج. شخصيه طيبه قوي. طيبه وتلقائيه قوي قوي. وقلبه ابيض، عصبي جدا على فكره، بس جدا جدا عصبيته أيوة. فيه على ما فيش. عيبه الوحيد ان هو ساذج شويه. يعني العذراء، عذراء ده يعني محلل شاطر جدا، دماغه كمان حلوه ومجتهد قوي. شغل او دراسه او فعلا اي حاجه يعني. بيدقق بقى في اصغر التفاصيل. يعني هو ينفع يبقى ناقد. الميزان يعني زي اسمه عادل، مش في كل الحالات، احيانا بيبقى عادل. فينا عصبي معنا جدا صحيح. عصبي جدا، مش شرط عشان اسمه ميزان يبقى لا، بس عادي هو فعلا يعني. صفه فيه ممكن يعني هو بيحب العدل حتى. هو انت اكيد تعرف اكتر مننا، يعني احنا بنتكلم عن العامه اللي احنا نعرفهم عن صحابنا عن حاجه كده. عيبه ان هو ما بيعرفش يواجه، يعني لو حطيه في مشكله او لو هو في مشكله او في حاجه ما يعرفش يواجه الشخص اللي قدامه. متخوف جدا. العقرب شخصيه شجاعه جدا. ايوه طبعا، وافي لكل اصحابه. اكيد. عيبه مش متشائم، هو بيكتم جواه كتير. فعلا. لا قريت كويس في برج العقرب. شابوه. القوس شخصيه كريمه. يعني اهل الكرم زي ما بيقول. لا شخصيه برج القوس حلوه.
بيسعى دايما ان هو يكون حد مثالي او شخصيه مثاليه، بس صبره قليل قوي يعني، ما عندوش صبر. ده عيب طبعا. طبعا. الجدي بقى حد كده قد المسؤوليه، تعرف تعتمد عليه اكيد، واللي هو كمان ميزته ان هو بيعرف يتحكم في نفسه، وطيب جدا جدا، تلقائي جدا. ايوه بس عصبي جدا جدا، وبرضه قلبته وحشه قوي. هي الأبراج الجدي كلها كده على فكره. الجدي مش عصبي. لا لا، عصبي جدا على مستوى الشخصي، تعامل شخصي مع ناس يعني. ايوه هو كمان جداً. سلبي شويه يعني، ما يقولكيش مثلا لا كده مش، لا سلبي. فاهماني؟ الدلو حد مبدع. زي طبعا المخرج يوسف شاهين. اكيد طبعا. غني عن التعريف. بس عيبه ان هو منعزل بقى. مش اجتماعي، مش يحب القعده، الناس، كلام ده، لا منعزل، بيحب يقعد مع نفسه كده. الحوت عاطفي. رومانسي جدا. ايوه طبعا. الحوت معروف عموما الابراج المائيه. الفنان الجميل عمرو دياب غني له. طبعا الابراج المائيه عموما كده كلها. يعني مميزاتها العاطفه والحنان، ومن عيوبها ان هي متشائمه. الحوت سلبي برضو يعني، ما مش حتى يعني في مشاكله هو سلبي، ما عندوش اللي هو يقاوم او يواجه، لا بيستسلم على طول. طيب وايه بقى اللي انت شايفه ممكن يجي اللي حظه كويس السنه دي في السنه الجديده؟ لسه لسه شويه، بس عموما ربنا يعني ان شاء الله ربنا يجيبها تكون سنه سعيده علينا ان شاء الله. علينا كلنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. طيب وهنرجع لاول فقرتنا بس بعد ما نروح الفاصل ونرجع لكم تاني. استنونا وما تروحوش لاي مكان.